في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن نصيحة مهمة جدا، أتمنى تتابعوا الفيديو لآخر، هو فيديو قصير جدا. تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا في كل فيديو لازم نصلي على النبي، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بيكم في قناة تمريض منزلي، لو أنت أول مرة بتشوف القناة بتاعتي أتمنى تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة، ولو الفيديو عجبك متنساش تعمل لي لايك. زي ما قلنا يا جماعة النهاردة هنتكلم في حاجة مهمة جدا، نصيحة مهمة جدا لازم كلنا نبعد عنها. اول حاجة، الوجه بيوجد فيه عصب اسمه العصب السابع اللي هو قدامكو على الوجه ده باللون الاصفر. العصب ده بياخد شكل كف الايد، وكمان العصب ده طالع منه افرع كده زي اصابع اليد، وضربة الكف بتكون بالظبط على العصب السابع، لان زي ما هو قدامنا كده ليه افرع. تمام، الافرع دي بتكون زي الصوابع بالظبط، وبتكون يعني واخدة شكل الكف بالظبط اللي هيتضرب على الوجه ده. وضربة الكف دي بتسبب ايه بقى؟ اول حاجة ممكن تسبب معانا شلل في الوجه، اتنين ممكن تسبب معانا صعوبة في المضغ ان هو مش عارف يمضغ الاكل كويس، تلاتة ممكن تسبب معانا صعوبة في البلع، الشخص اللي قدامي ده مش عارف يبلع الاكل كويس، رابع حاجة بتسبب انعدام حاسة التذوق والشم مثل مشاكل، وتسبب كمان مشاكل في العين. لهذا السبب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من ضرب الكف قبل ان يكتشفه الاطباء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم أخاه فليتجنب وجهه. وبذلك ننصح بعدم الضرب على الوجه خاصة للأطفال. يعني الرسول سبحانه وتعالى قال لنا الحاجة دي قبل أصلا الطب ما يكتشفها، فلازم يا جماعة نتجنب ان احنا نضرب حد على وشه خاصة الأطفال، بلاش الضرب على الوش. واحنا عرفنا دلوقتي الأسباب اللي ممكن تحصل لو ضربنا حد على وشه هيحصل ايه. وبكده يكون الفيديو بتاع النهاردة خلص، أتمنى ما اكونش طولته عليكم، وأتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. ولو انت مش مشترك عندي في القناة أتمنى تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة، ولو الفيديو عجبك متنساش تعمل لي لايك. أشوفكوا الفيديو الجاي إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.